صاحب القداسة. يمكن أنا عايز أرجع على النقطة بتاعة الحلم، الحلم بتاع إزاي نقدر نعمل خدمة بشكل أوسع وأشمل من خلال الشباب في الكنيسة، الحلم بتاع إزاي نعمل ربط أوثق وأكبر ما بين كنايسنا المنتشرة بره وما بين كنيستنا في مصر. هل الحلم بيشمل زيادة عدد الكنائس؟ هل الحلم بيشمل زيادة عدد المدارس وبالذات المدارس الدينية، ونكبر فيها الشمامسة والقساوسة والأباء الرهبان وما إلى ذلك؟ طبعا الأحلام لا تنتهي، يعني الأحلام سقفها عالي خالص، لكن أولا كنائسنا في العالم كله مرتبطة بالكنيسة الأم هنا في مصر جدا، أولا من خلال الزيارات اللي أنا بقوم بيها. أيوه. ومن خلال أنا زرت مثلا خلال الفترة اللي فاتت دهيت، طبعا سنتين الكوفيد ما كانش الوباء، ما كانش في إمكانية الزيارة، لكن زرت مثلا حوالي 30-35 مكان دولة، سواء دول عربية، أفريقية، أسيوية، أستراليا، أوروبا، أمريكا، كندا، وهكذا. يعني كمان اجتماعات الأباء الأسافة من كل العالم، الأسافة الأقباط، بنتقابل على الأقل مرة كل سنة، إن لم يكن مرتين، ده المينيمم، لكن ممكن يجوا في أي وقت وبنتقابل ويا بعض، في تواصل مشترك، في اجتماعات بنعملها للشباب في الفترة اللي فاتت كانت بزوم على شباب كتير في أماكن كتيرة في كل العالم يعني، وطبعا في مصر هنا. يعني مثلا أنا كنت من أسبوعين ويا شباب البحر الأحمر، شبابنا في البحر الأحمر مثلا على سبيل المثال، وهكذا يعني دون تحديد أو دون حصر. ففي اجتماعات متصلة متواصلة، في لقاءات، كمان عندنا اجتماع لأباء الأسافة في أمريكا باستمرار، يعملوا اجتماع وبدخل وياهم من خلال الزوم، وهكذا اجتماع لأسافة أوروبا. عندنا برا مصر 39 أب أسقف، ده عدد كبير برضو خالص. في تواصل مستمر وفي أنشطة بتقدم للشباب، وزي ما حكيت لحضرتك مثلا اليوم القبطي العالمي اللي هو 1/6، ده اللي بيقوم بيه الشباب، كل الشباب هم اللي بيقدموا. يعني مثلا في بلد من بلدنا في أمريكا الشباب القبطي حب يعمل نشاط في الجامعة، فحب يعمل نشاط في وسط طبعا جنسيات كتيرة في الجامعة، يوم شبابي يعني، فحب يعمل حاجة متميزة مختلفة، فصمموا انهم يعملوا طعمية من ضمن البرودكتس اللي بيقدموا. طبعا الطعمية وهي بتتقلى بتطلع ريحة، يعني بتطلع ريحة تملى المكان كله على طول، بتناسبت كل الأقسام التانية وكل المأكولات وجوع الطعمية بتاعتنا. ذكاء يعني وشطارة وهكذا. يعني في أنشطة شبابية حلوة خالص، بنبعت بعض أولادنا عشان يدرسوا برا في بعثات، في كليات لاهوت متعددة في روسيا، في اليونان، في روما، في إنجلترا، في أمريكا، دي كلها بتعمل روابط قوية خالص. أحب أقول لحضرتك إن إحنا عندنا اجتماع شبابي أسبوعي في كل كنائسنا القبطية، اجتماع شبابي أسبوعي. في الكنائس الكبيرة بيبقى اجتماعين، شبابي يعني اللي في الجامعة وآخر للخريجين. في بعض الكنائس اللي في مناطق شعبية بيبقى في اجتماع للمهنيين. فالاجتماعات الشبابية كبيرة، عندنا أسقفية للشباب مسؤولة عن التخطيط خدمة الشباب، كل ده بيساهم في ربط الشباب. لكن الحقيقة الشباب محتاج كتير كتير كتير، محتاج كتير قد ايه لو قارناه بحجم اللي اتعمل؟ ما اقدرش ادي لحضرتك نسبة، لكن عايز اقولك ان احنا عندنا شباب كتير بس عندنا نقص في الليدرز، القادة. لان اللغة الشبابية عشان يبقى في ليدر للشباب ويبقى مقبول لهم، مش كل واحد كواليفايد او مؤهل لكده، فدي نقطة جوهرية. شباب كتير وقادة قليلين شوية، لكن بنحاول نعمل اعداد لقادة الشباب باستمرار، سواء اعداد محلي او اعداد مركزي،
بنحاول نعمل كده، وده طبعا بيحقق نتائج حلوة. لكن برضو الشباب في تطور كبير قوي، يعني دلوقتي شباب الجامعة اللي مولودين سنة 2000 22 سنة، فسنة 2000 بقالهم طبيعة غير القادة بتاعتهم، لأن القادة اتولدوا قبل كده كبار، فما بيقدروش يفهموا طبيعة الشباب 100%. لكن بنحاول محاولات كتيرة ومحاولات ناجحة وبتحقق ثمر كويس. هدي حضرتك مثال جميل قوي، بنعمل مؤتمر لشباب مختار من كنايسنا القبطية خارج مصر، بنختار 200 شاب وشاب، وبيجوا يقضوا في مصر هنا حوالي 8 أيام، وبنعمل لهم شعار باك تو روتس، العودة للجذور، وبنعمل لهم باكج في الأسبوع ده أو الـ8 أيام، منه سياحي، منه ديني، منه ثقافي، منه دايري، منه تعليمي. بنجيب قامات ناجحة يدوهم محاضرات، مسؤولين ناجحين. مثلا السنة اللي فات جبنا وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وأعطاهم محاضرة وتفاعلوا وياه جدا جدا. وهكذا بنعمل مرة لشبابنا خارج مصر ومرة لشبابنا جوه مصر، برضو بنختار يعني أكتر عدد نقدر نجيبه 200 اللي حسب المكان يعني اللي بياخدهم. فكل دي أنشطة شبابية متواصلة بتساعد على ربط الشباب، وإن كان برضو أقرر إن الشباب محتاج أكتر وأكتر. طيب يمكن وقدستك بتتكلم، أنا قاعد عمال بتصور إنه أو يعني اللي بيقول في ذهني إنه أنا بتكلم مع قداسة البابا تودروس، أكبر قيمة روحية في كنائس الشرق بالكامل، وبالتالي نظرته طول الوقت أكثر شمولا، أكثر عمومية، طموحاته كبيرة والتحديات أيضا كبيرة. التطورات الاجتماعية اللي بتحصل في العالم بتفجر قضايا اجتماعية أحيانا بتبقى مخلقة للجميع، ويمكن في الفترة الأخيرة أصبح في عندنا تطورات كتير بتجرى، الشبان ما بين قبول ورفض أمور، يقبلوا أمور بيقبلها المجتمع الغربي ومضطرين يرفضوها، وفي قرارة أنفسهم قد يرفضوها لأنه كبروا ونشأوا على كده وتربوا على كده ودينهم بيقول لهم ارفضوا ده. قداسة البابا تودروس بيتعامل إزاي في ده؟ التحدي الأسهل في مصر، التحدي الصعب في المهجر. التحديات زي ما حضرتك ذكرت نوعيات، يعني مثلا التحدي الاقتصادي والأسر المحتاجة ده تحدي مهم قوي، وبنحاول نواجهه مع يعني إمكانيات الدولة اللي بتقدمها، لكن هو تحدي كبير خالص بالذات مع الحرب بتاعت أوكرانيا دهية. لكن التحدي الأصعب هو التحدي الأخلاقي، وبره ابتدوا يعتمدوا على الجنسية المثلية والسيم سكس ماريج والهوموسيكشواليتي، ابتدوا يدرسوها الأطفال وابتدوا يعملوها أفلام كرتون، أمور مؤلمة وضد الأخلاق وضد الدين طبعا وضد القبول الإنساني نهائيا. وده اللي خلى بعض الأسر، أنا بتكلم على الأسر القبطية، يرجعوا مصر. يعني الشهر اللي فات ده في 3 أسر قبطية رجعوا مصر. مصر نورت. انتوا عايشين في أمريكا؟ قال لا، خايفين على أولادنا، عندهم بنات، خايفين على بناتنا، رجعوا مصر. ودي ظاهرة جديدة.